الإعلامي الكبير أحمد موسى، بنرحب بيك في بوابة أخبار. أهلا وسهلا بيك وأشكركم. مع بداية بدء جلسات المؤتمر الأخبار اليوم الاقتصادي، حضرتك شايف أنه هو هيبقى ليه أهمية في فترة مقبلة؟ طبعا. بص، أولا فكرة محترمة جدا، وأنا بحيي الكاتب الكبير الأستاذ ياسر رز على هذه الفكرة. المؤتمر ده بيضم النهاردة مختلف أطياف المجتمع، من رجال أعمال، مستثمرين، رجال الصناعة موجودين النهاردة عشان يشاركوا في هذا المؤتمر. المؤتمر ده عنوانه كمان عنوان محترم: مصر طريق المستقبل، لأنه احنا داخلين فعلا في المرحلة اللي بنتكلم فيها على المرحلة الجاية، مستقبل مصر. المؤتمر ده أعتقد أنه هيكون نواة أساسية للمؤتمر الاقتصادي العالمي اللي هيعقد في شرم الشيخ في فبراير القادم. هتكون أوراق العمل، الأفكار غالبيتها هيكون من هذا المؤتمر، وبالتالي في أهمية كبيرة جدا لهذا المؤتمر ونجاح هذا المؤتمر، أنه بيعقد تحت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعتقد الرئيس هيشرف المؤتمر في إحدى جلساته اليومين اللي جايين، لأنه مهم جدا كمان الرئيس يبقى حاضر، يسمع من رجال الأعمال، يسمع من المستثمرين، يسمع من الناس نفسهم مشاكلهم ايه، عندهم ايه، هيقدموا البلد ايه. طبعا في عدد كبير منهم عندهم افكار كتيره وليهم طلبات كتير، لكن كمان الناس منتظرين منهم هيعملوا ايه للشعب. من وجهه نظرك بالنسبه لمشاكل المستثمرين، على الحكومه ان هي تعمل ايه الفتره المقبله عشان تحل هذه المشاكل؟ الحكومه عليها حاجه واحده أساسية: التشريعات. لأن احنا عندنا مشكلة في التشريعات، أن أنت لازم توفر مناخ للمستثمرين المصريين أو الأجانب أو العرب. أنت عايز بتطرح دلوقتي مشروعات قومية كبرى، المشروعات القومية الكبرى دي هتدر عائد بالمليارات للمصريين، وبالتالي أنت تسهل البيروقراطية اللي موجودة لازم تقضي عليها تماما. المستثمر عايز جهة واحدة، مكان واحد، شباك واحد بمعنى الكلمة، يخلص فيه إجراءاته زي ما بيحصل في أي دولة. أي دولة النهاردة بتروح، لو ادينا مثلا، مش هتكلم على دبي، مش هتكلم على لبنان، مش هتكلم على أي دولة، بتروح في ظرف ساعة تخلص مشروعات بتاعتك، تخلص إجراءاتك. عندنا هنا في مستثمرين بيجدوا صعوبة كبيرة جدا أنه يجي ينجز مشروعات أو يقدم طلب، يروح شهر العقاري عشان يوقع، يروح مش عارف وزارة الاستثمار عشان ياخد طلب، يروح وزارة الصقر، كلها كلام فارغ. أنا بعتبر أنه كلام فارغ. أنت عايز استثمار، خلي مكان واحد فقط لا غير. المستثمر يجي من مكانه وهو قاعد في لندن، قاعد في واشنطن، قاعد في دبي، قاعد في جدة، قاعد في الكويت، يخلص حاجته تماما من غير ما يبقى فيه تعامل مع الناس. هو ده في أي حتة، أي حتة عندها عايز استثمار محترم لازم تعمل ده. وأنا أعتقد الحكومة دلوقتي بصدد عمل هذا النوع من التشريعات لأنها تعمل تسهيل للمستثمرين. ماذا بعد تهيئة المناخ الاستثماري للمستثمر؟ شوف، ما احنا منتظرين بقى هيقدموا لنا ايه. يعني انت النهاردة هتقدم للمستثمرين تمهد لهم هم عايزين ايه، فانت هتعمل ده، هتعمله في اطار من الشفافية. ومحتاج المستثمرين اللي جايين مصر يبقوا، طبعا مفيش مستثمر جاي عشان يخسر، مستثمر جاي عشان يكسب. يبقى انت هتقدم ايه للشعب؟ المشروعات اللي انت هتاخدها، عندنا توشكا النهارده فتحها عندك، شرق العوينات فتحها عندك، الوادي والدلتا عندك، صحراء كل منطقه العالمين والوادي الجديد، الواحات، كل ده هيتعمل. المحافظات اللي حدودها بدات تتوسع، تصل البحر الاحمر، محافظات الصعيد لما يبقى في كل ده استثمار، وكل ده مشروعات وبنيه تحتيه بتتعمل عشان خدمه المواطن. لو حبيت توجه كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي تقول ايه؟ ربنا معاك، مهمه ثقيله جدا، لكن عندنا كلنا ثقه كبيره جدا فيك، لانك فعلا الشعب لما بينادي هذا الرجل في هذا التوقيت عارف هيعمل ايه. وانا واحد من المتفائلين جدا بافكاره، متفائل جدا هو في دماغه ايه للشعب، متفائل انه هيكون رئيس مختلف. ورجال الاعمال ليكوا دور كبير جدا في بناء الوطن، اخذتوا كتير جدا من البلد واديتوا البلد، لكن في نفس الوقت النهارده رجال اعمال وطنيين، ما اقدرش اشكك في اي حد من رجال الاعمال، لانه رجال الاعمال بنتكلم على
مشروعاتهم وشغلهم هو اللي فاتح بيوت 6-7 مليون مواطن، وبالتالي وهم تحملوا 3 سنين اللي فاتوا جدا البلد كانت منهارة اقتصاديا، منهارة مفيش استثمار مفيش سياحة كذا كذا، كانوا بيشتغلوا، واللي ما بيشتغلش منهم بيدفع مرتبات كاملة، ما طردوش العمال ولا مشوهم ولا كذا، فده دور مهم جدا، أنا عايزهم يكملوا لأنه البلد محتاجاهم بجد الفترة الجاية. شكرا أستاذ أحمد.